السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي البنات لبس عليكم نتمنى تكونوا أحو... تكونوا بالف خير واحوالكم طيبه وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله أه... كنبغي عاوتاني يعني نجدد الشكر ديالي لكم ونقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ونتمنى وأه... ان الوصفات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم وانكم تجربوهم ويصدقوا لكم وما تنسونيش دائما من التشجيع ديالكم بلي جيم و لي بارطاج و لي واذا كنتو اول مره تشوفوا الفيديو فيديو نتمنى انكم تشتركوا عندي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله اذا هنا يا البنات غادي نوجد معكم واحد الوصفه ديال السلو اولا السفوف آه كل بلاصه وشنو كيقولوا كي ليها اللي كتكون بلا زبده بلا زيت وبدون دقيق أبيض ولا سكر الابيض اذا هنا غادي نبدا بدقيق القمح الكامل اللي غادي نشد منه تقريبا 8 الكيسان او ديال العنبه تقريبا واحد كيلو لا ربع وغادي نحمره في الفران وكل شويه نبقى نقلب فيه حتى يكتسب ليا واحد اللون الذهبي يكون زوين ان شاء الله هنا من بعد ما دوز واحد عشرة دقائق ما كملاش في الفرن تقريبا من ستة حتى ل دقائق تيتحجر شويه تيولي قاصح ولكن راه ضروري البنات هاد المرحله نبقاو نقلبوا فيه لان علاش كيكون كي كيتحمر غير من جناب الوسط كيبقى ابيض او لا الوسط كيبقى باللون ديالو طبيعي اذا خصنا كل مره نقلبوا فيه على الاقل واحد جوج ثلاثه ديال المرات اذا هذا هو اللون اللي بغيت البنات يكون طبيعي آه ماشي طبيعي بغيت نقول لكم بحال اللون ديال الرمله آه دهبي آه هكا باش هذا هو اللون اللي غادي يجينا في سلو ان شاء الله وهنا نأخذ الكميه اللي عندي ديال اللوز من بعد غنعطيكم المقادير بالتفصيل ان شاء الله كنقسمها باش تجيني مفرقه على الطاوه آه و كندخلها تحمر من بعد ما كنكون مسحتها بواحد الزيف يكون نقي بهاد الطريقه كنحاول ناخذ واحد المنديل هكا يكون عادي فيه الماء وكنمسح به هذا اللوز هذا كامل لانه بطبيعه الحال اللوز راه نقي ما فيه تشي حاجه غير الا كانت تفاديا لانه تكون شويه ديال الغبره ولا هكا شي حاجه من فوق اللوز صافي وكنستفوه ندخلوه الفران ونقبلوه مزيان ونبقاو نقلبوه اذا كيما كتشوفوني البنات راني حاطه الكرسي ديالي وجالسه <applause> قدام الفران علاش لان فريمون الدقيق واللوز والزنجلان راه غيديروها بكم خصوصا اذا كنتو اول مره توجدوا سلو فهما دغيا دغيا كيتحرقوا سورتو الا كان الفران هكا سخون فدغيا دغيا يعني فرمشات العين داكشي علاش حطيت كرسي حداهم كل مره نطلع ليهم ونقلب بحال هكا ميم با 10 دقائق ما كملش وكنشوفوها كامل اللي كتكون من الداخل ذهبيه وكتقرمش صافي كنحبسو اذا بالنسبه للمقادير اللي استعملت انا البنات هما كالتالي عندي كيلو ونص ديال الزنجلان اللي حمرته بنفس الطريقه وهو ما الوقت نهائيا وكيلو ونص ديال اللوز كيلو لا ديال دقيق القمح الكامل عندي نصف كيلو ديال السكر البني او لا, لا كاسوناد عندي جوج معلق كبار او ثلاثه ديال القرفه عندي اربعه المعالق مخلطين بين حبه حلاوه والنافع شوي كوك ديال الكوزه والمسكه الحره بطبيعه الحال اللي كندقها مع شويه الكاسوناد وقبصه ديال الملح خلاص اختياريه وهذه هي اللي غادي تعاونني ان شاء الله باش تبدا معايا الطحين ديال هذا الشيء كامل خديتها ب 120 درهم لا غلا على مسكين ولكن هذه مفيده لحوايج اخرين غادي تشوفوهم معايا من بعد الصراحه كتنفع البنات اللي ما خدهاش يزرب ياخذها لان رائعه صافي هنايا يعني كنبدا الطحين ديالي بهاد الاله في المرحله الاولى صراحه كاين واحد المقطع مشى من لا ولكن راه غادي نقول لكم فين وكيفاش باش تفهموني دونك كندير اللوز كنطحنوا في هاد الاله كان كنطحنوا في يعني هم هي فيها جوج ديال البوطونات الزير الاول اللي هو مهيل شويه ما كيتحنش بزاف والزر الثاني اللي هو كيطحن ولكن في الحقيقه راه ماشي كتجيب سلو منيل دونك راه ضروري الاستعانه باله اخرى جيده جدا في هاد الحاله اللي هي الاله العاديه ديال العطريه ماشي بالضروره يكون عندنا تيرموميكس او الالات الربويات الكبار والغاليين باش اننا نديرو سلو منيل بحال ديال العطاره لا ممكن غير بهاد جوج الالات الرخاص بزاف واللي واللي ممكن يكونوا متوفرين في اي بيت نديرو سلو يكون زوين ان شاء الله آه تيقوني راه هاد السلو ما ولو ولا قطره زيت ولو قطره زبده لانه كنيلو بطريقه انه هو كيطلق كي الزيت ديالو كلها اذا تمار بهذه الطريقه حتى كنطحن اللوز كامل اللي عندي ومن بعد غادي نوريكم كيفاش كيجي كي ان شاء الله وها هو اللوز كيفاش كيجي كي كيجي كي مهرمش مزيان مزيان مزيان, مزيان. وكما قلت لكم نفس اللوز كنطحنوه غير في هذه الطحانه هذه واخا كياخذ منا شويه الوقت ولكن البنات راه الوصفه تستحق العناء كما كنقولوا وبطبيعه الحال لان هرمشناه مزيان بديك الماكينه ما كي ياخدش منا الوقت بديك الطحانه ديال العطريه دغيا كيعطينا كي هاد النتيجه هادي الرائعه نفس الشيء بالنسبه للزنجلان كنطحنوا في هاد الطحانه عاد من بعد كما درت اللوز في المرحله الاولى كندوزو في الطحانه ديال العطريه وبطبيعه الحال راه ما معايا الوقت لان هاد الطحانه هادي كطحن تقريبا 80% اذا بمجرد ما اننا كنديروه في الطحانه ديال العطريه كيعطينا كي داك الخليط اللي هو معلك ومزيت وهنا كما كتشوفوا داك السكر البني راه هو هذاك اولا ديك الكاسوناد هي هذيك اللي طحنا مزيان وجاتنا تقريبا بيضه شويه وهنا الطحين ديالي في هذا البانيو هذا درت داك الزنجلان واللوز اللي طحنت راه كيمشيو ليا بعض المقاطع لان ولدي ها هما كما كتشوفوا راه طالع فوق الكرسي ما خلانيش ندير كل شيء بخاطري دونك هنايا راني درت الزنجلان واللوز اللي طحنتهم معلكين راكم شفتوا في الصوره كيفاش جا اللوز نفس الشيء بالنسبه للزنجلان من بعد هاني كنغربل فوق منه داك الطحين اللي ديجا حمرته ومن بعد كنضيف له كاسوناد كما كتشوفوا معايا او لا هذا السكر البني أه هما تيقولوا أه باللي معروف انه كتكون صحيه ومن بعد الحبه حلاوه والنافع اللي طحنتهم حتى هما راه هاد المراحل ديال الطحين البنات صورتهم ولكن راه المشاكس ديال زياد دي ما خلانيش دونك هنا اه صراحه ما عرفتش علاش غربلتها لان المسكه الحره ديجا مغربله دونك درتها هي شويه طحنتها مع شويه ديال الكاسونات في ديك الطحانه ديال العطريه دونك هادو هما الاضافات اللي درت وثلاثه المعالق ديال القرفه ولا حسب الاختيار جوج معالق دونك شنو عندي هنا عندي هنا اللوز اللي طحنت والزنجلان مع الدقيق والكاسوناد والمسكه الحره والنافع مع حبه حلاوه والقرفه وزيت رشة صغيره وخفيفه من آه الكوزا واختيار ممكن ما ديروهاش حتى البنات ديك اللوز اللي معلك كيفاش كيجي راه هو اللي غادي يعاوننا اننا نجمعو عاد هذا الخليط كامل مزيان آه كيبغي كي شويه ديال الخدمه ولكن راه ما سالاش هنايا راه ضروري تفتح في الكبار يعني في الم... عند العطاره الكبار شنو كيديروا حتى كيخلطوا هاد العناصر كلها اللي كيكونوا طحنوها بحال كيما درت دابا انا عاد كيعاودوا يطحنوا كل شيء ملي كيزيدوا الطحين يعني انا شنو غادي نعاود نطحن هاد الشيء كامل من بعد ما زدت الطحين ولكن في هاد المرحله هادي غادي نستعمل ماشي الاله ديال, ديال 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 العطريه لانها شويه ما كتاخذش الكميه كثيره يكفي انني نستعمل ديك الطحانه الاخرى لان كل شيء مطحون ومنيل وغادي يعطيني وغادي يزيد يطلق الزيت ديالو وغادي يعطيني واحد النتيجه مبهره البنات الا ما عندكمش ديك الطحانه فالطحانه ديال العطريه في بالغرض واخا هي باغا شويه ديال الوقت ولكن تيقوني هاد الطريقه هادي راه كتجي كتجيب معلك 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 انا والله ما تيقت آه وفي الحقيقه احسن من هذاك اللي كنضيفوا له الزبده والزيت والعسل وداكشي فاش قلينا والقلي يعني ماشي صحي تماما اذا كما كتشوفوا النتيجه هي هذه من بعد ما جمعت العناصر اللي عندي وكما قلت لكم نتمنى ان المراحل تكون واضحه راه سلو دابا كيتجمع ممكن نكتفيو بهذه المرحله بلا ما نعاودو نطحنو بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش منين ولكن انا لا راني عاود طحنت في الطحانه هذيك اللي كنسميوها الحادقه هي اللي عاود طحنت فيها وممكن تعاودو تطحنو في الطحانه ديال العطريه كما درتو في اللوز في المرحله الاولى والزنجلان شفت البنات كيفاش كتجي كي آه يعني من بعد ما خلطنا كل شيء وعاودنا الطحين ديالو ملي كيتخلط مع الدقيق وحبه حلاوه ودوك المقادير كاملين شوفوا كيفاش كيجي راه فريمون كيجي كي معلك وزوين لا تيكستور ديالو واعره انا انا صراحه انا صراحه عجبتني والقضيه أدواق، كاين الناس اللي كيعجبهم سلو مرمل اولا كما قلت لكم السفوف كاين الناس اللي كيعجبهم مرمل كاين ناس هكا اللي كيعجبهم يخرج لي دم ديالو فانا شخصيا كنفضلو بهذه الطريقه هذه ولكن حبذا لو انه يكون بلا زبده بلا زيت بلا حتى حاجه هنايا كنت حيت واحد زلافه تقريبا واحد ميتين واحد 300 غرام 400 غرام تقريبا غتكون 400 غرام ديال ديال الزنجلان و400 غرام ديال اللوز اللي حيتو من داك اللوز اللي كنت استعملت في الاول ملي نيلتو ملي نيلتو في ديك الطحانه الاولى يعني ماشي الطحانه ديال العطريه الطحانه الاخرى حيت منه واحد زلافة صافي كنبقى نخلط هكا بيديا حتى كينسجموا العناصر كاملين نتمنى البنات المراحل يكونوا واضحين كما قلت لكم المرحله الاولى كنحمروا اللوز والزنجلان وداكشي كامل في الفران حتى حبه حلاوه كان صهدوهم مع النافع كنطحنوا المرحله الاولى في ديك الطحانه لان كتسهل علينا واحد 80% ديال الطحين ومن بعد كندوزو في الطحانه ديال العطريه فيت في يعني طحنه وحده كيجينا كي معلق معلك صافي عاد من بعد كنخلطو كن مع الطحين ومع الكاسوناد او السكر البني اللي حتى هو طحنته في ديك الطحانه او لا في الطحانه ديال العطريه كما بغينا ومع حبه حلاوة والنافع والقرفه والمسكه الحره والكوزه عاد من بعد كنجمع كل شيء وكنعاود نطحنه يعني حتى كنسالي كلشي عاد كنطحن عاوتاني لاخر مره باش يعطيني هذه التعليكه بدون زيت ولا زبده غادي يبان لكم بلي فيها القضيه فيها قوه الطحين تيقوني البنات راه ماشي بزاف يعني آه كما قلت لكم المرحله الاولى ما تحسبوش الطحين ديال ديال الاله لانه كتاخذ تقريبا لتر لتر يعني راه السعه ديالها كبيره يعني دغيا كطحن كيبقى طحانة ديال العطرية اللي كان عاودون نطحنو فيها اللوز وزنجلان في المرحلة الثانية هي اللي كتاخد شوي ديال الوقت ولكن رام صراحة ما كتاخدش الوقت لان هذه كما قلت لكم كتدير واحد تسعين في المية ديال العمل انا سمحوا لي كنكرر لكم بزاف لان بغيتكم تفهموا الطريقة فهي جد جد ناجحة ومن اللي كنجمعوا كل شي كما قلت لكم عاد كان عاودون نطحنو في طحانة ديال العطرية او لا غير في طحانة الاخرى كما درت انا باش هادشي كامل اللي يعاود يطلق لينا الزيت وباش الدقيق ينسجم مع الخليط وما يبقاش مرمل هذه هي المرحله اللي مهمه وفي الحقيقه كنحصلوا على واحد السلو اللي كيتباع كي اللي كيبيعوه كي العطاره الكبار هنا مثلا في المحمديه ب 150 درهم الكيلو و 150 درهم راه والو راه هاد الجبانيه واقيله عامره فقط يعني هنا تقريبا راه تبارك الله خرج لي شي خمسة كيلو ديال سلول لي اللي خرجت لي بهاد المقادير هادي هادي اللي درت وملي كتدي ليهم هما يطحنوا ليك فهادي هي الطريقه اللي كيديروا كيطحنوا كلشي حتى كينيلوه وعاد من بعد ملي كيخلطوه مع الطحين ومع المقادير الاخرى الجافه عاد كيعاودوا ليه الطحنه الاخرى فهذا هو المبدا ديال هاد السله البنات نتمنى انني نكون وضحت لكم وانني شرحت لكم خصوصا انه غير قبلوا عليا راه الشرح ديالي على قد دي الحال كنحاول انني نوضح نوضح لكم كل شيء ولكن ديما في التعليق اللي ما فهمتي حاجه غير تخلي لي كومونتير ميم با دقائق وغادي يكون عندها الجواب ان شاء الله اذا قلبت من بعد ما دكيتو في داك البانيو شنو هي دكيتو زعما من بعد ما شبعتو بونيات في داك البانيو قلبتو في هذا التبصيل هذا غير باش نوريكم تقديم اما سينو راه ما نكذبش عليكم ملي غنخليه في التبصيل راه ما يمكنش غندخلو غنديرو في بواطه ونديرو في شي بلاصه دونك صافي ما, ما, كنتش خليت صراحه كيلو نص ديال اللوز كلها هرمشتها شدوني لا نسيت ما خديتش واحد الكميه باش نزين بها ماشي مشكل اصلا كل شيء كيتنكل دونك غنزين غير بهذا اللي ديجا مهرمش بديك الاله أه وصافي هذا هو سلو ديالي الصحي اول مره صراحه ندير سلو صحي أه دي مولفه كندير الزبده والعسل والزيت اللي كنكون قليت فيها اللوز زياده على اغوغو وبزاف ديال السكر اذا هذا صراحه راه صحه البنات اذا هذه هي نتيجه البنات وهذا وهذه هي نهايه الفيديو ديالي نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يرقكم وهنا غادي نوريكم واحد الطريف ديال سلو كيفاش جاي يعني فريمون تعليكة رائعه ويا سلام أه نوريكم ان شاء الله واحد الطريف كيفاش غادي يجي ها هو كيفاش جا يعني كيجي من ساجم كما قلت لكم القضيه فيها الادواق اذا ما كانش لو كيعجبكم هاد الطريقه ممكن ما تعاودوش تطحنوه تكتفيوا في المرحله اللي درت انا ملي خلطت كل شيء وخلطت الطحين ما تعاودوش تطحنوه يعني ما كيطلقش كفايه داك الزيت دي ديالو دونك اكتفيو بهاد المرحله هذه اذا البنات غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى حلقه <applause> درت فيها حلقات صافي الى فيديو قادمه ان شاء الله تهلاو فرصكم بزاف ورمضان كريم